ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من غير ما يحتسب. ولاحظوا أحبابي أجمل الرزق ما هو؟ الراتب ترى ما نفرح به. ليه؟ 27 نازل في الحساب، بل بالعكس بعضهم عند الصراف ينتظره. لكن لو تصور مسلف واحد سلف انتلف، ها؟ واحد أعطيته فلوس وفقدت الأمل أن يردها، وكنت في حاجة، فإذا هو يطرق الباب قال 50 ألف يا أبو محمد اسمح لي، 20 سنة ما أخذها منك، وأدري أنني ما طلتك، لكن خذها مع قبول العذر والدعاء. 50 ألف لوك غني، هذه لها طعم جميل. أتتك من غير ما تحتسب ولا لا؟ أتتك من غير ما تحتسب. ما تلاحظون الآن ثياب الشتاء يوم جيت ولابسين بعض الأكوات دخلت يدك لقيت 500 ناسيها من الشتاء الماضي، هي فلوسك يوم سارقها أنت مالك، يوم طلعت 500 الله نسيتها وصارها 500 عندك غيرها، لكن هذه لها ذوق خاص لأنها أتتك وأنت لا تنتظرها. ولاحظ من غير ما تحتسب، لأن الغير ما تحتسب هذا يدهش قلبك يسعد فؤادك. ولذلك جمال الفرج بعد الشدة أنه يأتي ولا حول لك ولا قوة، ويجي في ساعة أنت فيها تنتظر الفرج ولا تدري، لكنك تعرف الله، مو بلا تدري وتيأس. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولذلك أحبابي كلما حقق الإنسان التقوى جاءه الرزق من غير ما يحتسب. أننا لسنا في حي الحمراء، ترى بعض الساكنين في حي الحمراء منحة صحيح، ولا في أمل يفكر أنه بيسكن فيها الحي يوم الأيام، إلا أن اتصلوا عليه قالوا نزلت لك منحة، انشرح صدره ولا لا؟ والأرض ذيك اللي كان قاعد 25 سنة يجمع في قيمتها أفرغها وهو مكشر، ها؟ لأن بعضها سلف وبعضها دين وبعضها منع لنفسه من المتع حتى يجمعها، لكن يوم نزل اسمه قالوا أفرغ 900 متر، انشرح صدره، جت من غير ما يحتسب. وقد رزق الله بعض الناس من غير ما يحتسب، ولا زال الله يجدد له العطاء من غير لا يدري ليتجدد كلما. ولذا يقول بعض السلف الله إذا أعطى أدهش العقول عطاءه. والله يا أخي ما تدري، بعضنا يسجد ويبكي من كيف أتى الله أعلم، متوقع المرض وأجمع الأطباء عليه، وبعد شهر من الرقية والطواف وزمزم راح يحلل، قال الدكتور أين المريض؟ أنا يا دكتور. قال أبدا، التحاليل تقول نيجاتيف سالب، ما عندك ولا شيء. ثم أليس هذا يدهش عقلك؟ أليس الله على كل شيء قدير؟ لكن هل حققت التقوى حتى ترى ما يدهش عقلك من عطاء العظيم؟ عندما ينقص معين التقوى ينقص العطاء من غير ما تحتسب. ودائما العطاء اللي يجيك وأن تنتظره يأتي بتعب وبنصب، لكن الله يعطيك كأن الله يقول إذا انشغلت بالتقوى أعطاك أرزاق من انشغلوا عنه بالرزق. اللي منشغلين بالرزق 10 سنوات يجمعونه يعطيك إياه في ليلة لا تدري عنه، شاري أرض وناس صكها وضايع صكها، أحدهم يقول يا شيخ ضاع سكر وتحسرت وضاع 10 سنين وتثاقلت أن أخرج بدل فاقد، قلتها بالحلال اعتبر أنها بعدين لعلهم يجددون صكوك وندور صك. يقول إذا الله جل وعلا شاء لي بعد 10 سنوات أن تباع بعشرة أضعاف السعر الذي اشتريته به. فلما جت لها لذة ولا لا؟ لها لذة. لماذا أتتك في هذا الوقت؟ حقق التقوى يندهش عقلك بعطاء الله جل وعلا. ابن من أبنائك أمرضك أتعبك أشقاك، ذقت معه الآلام في الليل والنهار. حتى بعض الأبناء والله إن بعضنا ما يتشرف أن يقول هذا ابني، عنده عربدة ومعصية وفجور ظاهر وعقوق ظاهر. تصور تجي ليلة من الليالي داخل البيت الين محمد ساجد في ظلمة الليل ويقول ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. وش رأيك في منظر محمد اللي 10 سنين معذبك، إذا هو محتضن للأرض في ظلمة في زاوية غرفته، بدل ما تقومه للفجر لقيته في ثلث الليل الأخير يناجي الله. تستوي كل النعم تحته أقل من هذه بلا شك، ذريتك رد الله إليك. ولذلك الرزق
الذي يأتيك من غير ما تحتسب ليس رزق المال فقط، الهداية، صلاح الأبناء، انشراح الصدر، طول العمر، كلها أرزاق يعطيك الله إياها، فقط اللي عليك حقق التقوى. البعض منا الآن تقول له يا أخي أنت تطلب الرزق من باب حرام، ربا، رشوة، نجش، بيع محرم، بيوع فاسدة، اتق الله يا أخي اترك الرزق هذا. قال أخاف أترك هالوظيفة الحرام ثم نتوهق ولا ألقى رزق. قاعد يختبر ربي هالمسكين هذا، يقول يرزقني أول وأتقيه ثاني. وش رأيكم يا أحبابي؟ هذا الذي قل حياؤه من الله، اتقي حتى ترزق، وليس ترزق ثم تتقي. ولذلك الإنسان يترك الحرام وهو يرى أن الرزق عليه صبا ابتلاء، يأتيك الرزق راتب 40,000 50,000 ثم تتركه لله، مشروع وصل إليك عن طريق محرم وعبر رشاوى، تتركه تقوى، تأتيك الأرزاق حتى تذهل عقلك، قليل أو كثير لكن يعطيك الله حتى يبارك لك فيما رزقك. يقال أن صاحب مطبعة، هذه قصة حقيقية، أن صاحب مطبعة توقف العمل لديه وكساد تجاري وقل الطابعين عنده، فأتاه يوم من الأيام حتى أنه يقول كنت أعطي العاملين من العمال المطبعة من جيبي ما ليس لها غلال وليس هناك عمل. قال فإذا رجل يأتي قال عندنا مجلة خليعة، مجلة كلها نساء، أطبع ونوقع معك عقد سنة كاملة. قال هذا العقد أكثر من رزقي قبل أن أتوقف، ويكفيني المجلة هذه أن تصدر من مطبعتي. قلت له والله لو تريدني أن أطبع غلاف ليس به صورة، بما أنك تصد عن الله والله لا أطبع، وسيغنيني الله بحلاله عن حرامه. قال والله يا شيخ أن ليست القصة لي، أنقلها عن ثقة، قال والله طبعا خارج المملكة، قال فإذا مؤسسة خيرية توقع معه بعد أسبوع عقد طباعة 50,000 مصحف، كان بدل مجلة خليعة، إذا هو يطبع كلام الرحمن وله أجر عظيم في أنه ينشر كلام الله جل وعلا في الأرض. قال فعلمت بأن الله كان يبتليني بالأولى، فلما حققت التقوى فتح الرزق من غير ما أحتسب في الثانية. وكما قلت لا تعامل الجليل بالمقايضة، فعندنا يقين والله لأن تزول الأرض والسماوات، تزول وأنت تراها وتثق مع زوالها أن الله سيجعل بعد عسر يسرا، ثق بالله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.